بكم ولينا بفيديو جديدة وبغينا نشاركوها معاكم اليوم. بغيت نوجد شوية كفتة، بصح ماشي كوم دابيتود، يعني كفتة كي تاكلوها يعني تحسوا باللي راكو تاكلو كفتة تاع بصح، يعني معطرة بيان ايبيسي توصا وبنينة. الوغ هنا يعني غادي نقول لكم المقادير. الوغ الكفتة، والكفتة يعني هنا قلت له ما ديرليش فيها الشحم، يعني طحنها لي بلا شحم. فوالا، نسحق حبة بصلة، يعني حبة بصلة رابيتها، هاد البصلة رابيتها فوالا كومسا باش تدوب. وهنا عندي الشحم، هذا الشحم يعني تاني قطعت دي بتي مغصو، يعني رابيته اوسي، هو تاني رابيته هكا باش باسكو هو ابخي غادي يدوب. وهنا عندي الفلفلة، حبة تاع فلفلة يعني تاني قطعتها دي بتي مغصو صغار هكا. وهنا اديت زوج تاع لي جوز داي، زوج فلوقه تاع الثوم. وهنا عندي القزبر ومعدنوس، هذا كونجلي ولا معليش. وهنا العطريه، عندي الفلفله الحمراء، عندي مغرف صغيره تاع قهوه فلفله حمراء، عندي نص مغرف تاع كمون وشويه تاع ملح على حسب المذاق تاع كل واحد وعلى حسب وسي لا كونتيتي تاع الكفته. وهنا عندي نص مغرف تاني تاع قهوه تاع راس الحانوت. وهنا يعني ما ديتش كاع نص مغرف، يعني ديت غير شويه تاع البزار تاع الحرور. فوالا، يعني هاد هاد الكيفيه، يعني هاد الطريقه تاع الكفته يعني تجي رائعه. وتبغي هاد المكونات سورتو الفلفله، يعني تعطيها غو امبيكابل. الفلفله هذه يعني الفلفله جايه اورانج، سا اكزيست ثاني صفراء خضراء، يعني اللي تبغو. انا هنا ديت حبه وشويه، حبه ونص كمسه، وانتوما يعني توسي على حسب على حسب المقدار وسي تاع الكفته. فوالا فوالا، كيما راكو تشوفوا معنا، يعني هنايا خلط هذيك الحبه تاع البصله اللي رابيتها مع الفلفله. وبغيت نزيد، يعني نزيد هكا نقطعها، انا مانيش شي با بروفيسيونيل، مي يعني راني نتعب. واحد يقول الصح سي يعني غير باش تزيد، يعني باش ما هذوك لي بتي مغصوب باش ما نشوفوهمش. نزيدو نرقوها هكا فوالا، يعني باش تولي يعني هكا تولي مفرفشه كومسا. بغيف هنا غادي نجيب لا كونتيتي تاع الكفته تاعي، غادي نحط فوقها هذا المقدار هكا. هذا الشحم تاعي اللي هنا، هذا الشحم بصي لا غريس، هذه لا غريس قلت لها عطيني لا غريس اللي تجي مجيت الكلوه، باسكو اللي تجي مجيت الكلوه هي نتاع نتاع الكفته تجي بنينه. وهادو لي جوز داي تاع الثوم كما راكم تشوفوا. وهنا القزبر والمعدنوس تاعي وسي، يعني سيوها. وهنا يعني هادو غادي كلشي نديره ونشوف الى الملح خاصني. هي سورتو هاد لا غوسيت تبغي الفلفله الحمراء. وهنا دروك غادي ندير بيديا باش نخلط بيان كوم الفو. فوالا، يعني كلشي غادي نخلطه. ولا راني وليت معكم، يعني شوفوا كيفاش درت لها، دخلت لها في هاد لي بتي عيدان كامسا يعني. ودروك غادي نقليها، الزيت تاعي راه يتحمى فوالا، وغادي نحطها كامسا يعني تنحمرها غايه. ها كيما راكم تشوفوا، كما راكم تشوفوا يعني، ونخليها تتحمر ونولي معكم يعني في المظهر النهائي ان شاء الله. فوالا، هذا هو الشكل النهائي يعني تاع الكفته تاعنا.
نتمنى تعجبكم، يعني جربوها وتعجبكم، غادي تعجبكم بيان كوم يفو، باسكو الفلفله تبنن غايه الكفته يتوسا والعطريه وسي اللي كانت فيها ايتو، يعني ماكله تاع الصيف واحد ما يكترش ايتو. فوالا الوغ، نتمنى تكون عجبتكم، و بوغ لا بروشين فوا ان شاء الله نعاودو نتلاقو. علي بسلامه.